إلى نشرة كورونا، أهلا بكم. نبدأ بالعناوين. الكاظمي يثمن دور الكوادر الطبية في مواجهة وباء كورونا ويشكر المواطنين على الالتزام بإجراءات الحظر الصحي. لمنع انتشار كورونا، كردستان تغلق أبوابها أمام الوافدين من المحافظات وغرامات مالية على مخالفي الإجراءات الوقائية. عقب الاشتباه بإصابة أطفال بالسلالة الجديدة لكورونا، صحة كركوك تشدد الإجراءات الوقائية. انخفاض إصابات كورونا في العالم، والصحة العالمية تتوقع انتهاء الوباء بحلول العام المقبل. أهلا بكم إلى تفاصيل. عقد مجلس الوزراء جلسة اعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، تم خلالها بحث آخر مستجدات الأحداث في البلاد، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله. رئيس مجلس الوزراء ثمن جهود المؤسسات الصحية وأجهزة الدولة التي ساهمت في تطبيق حظر التجول، معربا عن شكره لعموم المواطنين الذين التزموا بإجراءات الحظر الصحي، مشيرا إلى أن تصاعد الالتزام بالتدابير الوقائية سيمكن الحكومة من الحد من آثار السلالة الجديدة. أعلن وزير الصحة حسن التميمي أن وصول الطائرة المحملة باللقاح الصيني إلى البلاد سيكون في الأول من آذار المقبل. التميمي أكد لوكالة الأنباء العراقية أن الوزارة أنجزت الإجراءات الخاصة بوصول اللقاح، وسيتم بعدها توزيعه بحسب الفئات المشمولة، مبينا أن هذه الوجبة هي الأولى وستتبعها وجبات أخرى. كما أشار التميمي إلى أن نسبة الالتزام بالإجراءات الصحية في المناطق المزدحمة بلغت أكثر من 90%، وهذه رسالة من المواطن لدعم جهود وزارة الصحة، مؤكدا أن القرارات المتخذة بشأن كورونا علمية ومهنية وتمت بناء على توصيات وزارة الصحة واللجان الاستشارية للوزارة بعيدا عن أي جانب سياسي. أعلنت وزارة الصحة والبيئة أن اللقاح لا يقي من فيروس كورونا بنسبة 100%، مبينة أن ذلك يستدعي الاستمرار في ارتداء الكمامة بعد تلقي جرعات اللقاح. وأقل المدير العام لساحة الرصافة عبد الغني السعدي أن توزيع اللقاح يفتقد إلى العدالة والمساواة، إذ توجد 10 دول سيطرت على أكثر من 70% من إنتاج اللقاح، بينما هناك 130 دولة لم تصل إليها اللقاحات، منها العراق. وأضاف أن الجميع يرغب بانتهاء هذا الكابوس، لكن بشرطين هما ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مع وصول أعداد الملقحين إلى أكثر من 80% بالعالم، لافتا إلى أن الفيروس يتعرض إلى تحورات عديدة من أجل الدفاع عن نفسه والبقاء على قيد الحياة والعيش على الخليات الحية، إذ يتميز كورونا بقوته بالرغم من الطفرات الوراثية التي تطرأ عليها. أكدت لجنة الصحة النيابية أن تمديد الحظر المفروض للحد من فيروس كورونا من عدمه يعتمد على الموقف الوبائي، واستبعدت الصحة النيابية فرض طوق صحي على مناطق موبوءة، معتبرة أن التزام المواطن بالإجراءات الوقائية هو جيد، وأضافت أن الإجراءات الصحية تقلل من حجم انتشار الوباء. بعد أن كان يصيب الشباب وكبار السن من كلا الجنسين، بدأت المخاوف تتصاعد من انتشار السلالة الجديدة التي تصيب الأطفال بشكل كبير، والتي عن طريقهم تنقل إلى الكبار. وزير الصحة أكد أن الموقف الوبائي بدأ يتصاعد خلال هذه الأيام، وصفا الارتفاع بالخطيرة. بعد تسجيل مستويات غير مسبوقة عند الأطفال بالسلالة الجديدة ولا سيما الأطفال الرضع، وزارة الصحة أكدت أن الفحوص تجرى على الأعمار المختلفة بمن فيها كبار السن فما دون، إذ تبين أن نقلهم للفيروس يكون بشكل أسرع للوباء بين الأسر. هناك نسبة كبيرة من الأطفال مسجلة بالإصابات، وفعلا هناك مجموعة أيضا من الأطفال موجودة في المؤسسات الصحية
فرقنا الصحية تقوم بعمليات تحري الوبائي في أغلب المناطق، ولا سيما في المناطق التي تؤشر بها الإصابات العالية. ما زال اليوم المنحنى الوبائي في شكل خطي، بتزايد خطي، وهذا مؤشر خطير. لولا هذا الغلق اللي صار لكانت الإصابات بالعراق تجاوزت أضعاف الأعداد اللي تسجل يوميا. المؤسسات الصحية من جانبها بدأت باتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية التي ظهرت أغلبها في بعض المدارس التي تجاوزت تعليمات الحظر حسب ما أكدته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية. مثل ما لاحظنا أنه هناك العديد من الإصابات في على مستويات الأطفال، أصبح الأطفال هم يصابون بالمرض. سجلنا العديد، كذلك حتى في غدهات حديث الولادة سجلنا العديد من الإصابات. وما زالت الفرق الصحية تنتشر في المناطق المكتظة بالمواطنين بشكل عشوائي لتقليل الإصابات عبر إجراء المسح الميداني. تأكيدات وزارة الصحة، كل الفئات العمرية يجب أن تخضع إلى المسح والفحص الشامل للتغلب على فيروس كورونا وتقديم العلاج قبل تغلب الفيروس على المواطنين. من داخل مدينة الطب في بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية. أصدر إقليم كردستان بياناً تضمن إجراءات جديدة لمواجهة انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا، منها الحد من دخول المسافرين من بقية المحافظات إلى الإقليم اعتباراً من الليلة الماضية باستثناء الوفود الدبلوماسية والمنظمات الدولية، إضافة إلى القادمين لغرض العلاج ومراجعة الأطباء وفقاً للإرشادات الصحية، فيما فرضت غرامات على المخالفين للإجراءات الوقائية الصحية تصل إلى 2,000,000 دينار. سجلت محافظة ذي قار ارتفاعا بعدد حالات الشفاء من فيروس كورونا، فيما انخفضت الإصابات خلال 24 ساعة الماضية. وقال مصدر طبي إن نتائج تحليل المختبري أثبتت تسجيل 202 إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 203 مصابين بالفيروس في المحافظة، هذا خلال 24 ساعة الماضية. ولأول مرة منذ شهر حالات الشفاء تكون أعلى من الإصابات في المحافظة. لتوعية المواطنين من خطورة المرحلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحجيم انتشار وباء كورونا، تسعى الفرق الصحية في محافظة البصرة لحث المواطنين على الالتزام والتعاون لتجاوز كل التحديات والمصاعب. في ظل وجود الحظر الصحي خلال هذه الفترة، فإن دائرة صحة البصرة تسعى جاهدة لحث المواطنين على الالتزام بتعليمات خلية الأزمة، خاصة بعد ظهور حالات مرضية سببها السلالة الجديدة لفيروس كورونا، إضافة لمحاسبة المخالفين لهذه التعليمات. نوجه لإخواننا المواطنين أنه ما يطلعون ضمن الحجر التام، وإذا طلع لأي غرض سواء إذا كان يعني منتسف في صحة البصرة، منتسف على القوات الأمنية أو لظروف آخرة، يعني لازم أنه يلبس كمامته، وحسب التعليمات السيارات الصغيرة بها 4 نفرات فقط مع لبس الكمامات مع فتح الجامات للتهوية. السيارات الصغيرة يجب أن تكون فيها 2 فقط، وكذلك السيارات اللي هي 11 راكب ممكن ما تتكثر أكثر من 5 راكب، والسيارات الكبيرة اللي هي 21 راكب لازم 8 ركاب فقط. المواطنون بدورهم أكدوا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، والتي من أجلها الحفاظ على سلامة عوائلهم من فيروس كورونا المتطور. فيروس صعب، وأكيد الإجراءات الصحية هي إجراءات عالمية، يعني مو فقط بالعراق، وأكيد لمصلحة المواطن للحفاظ عليه، وأهم شيء هو المواطن طبعا، أهم من بقية الأمور المادية وغيرها. دخلت الإصابات في صفوف الأطفال، وهذا بحد ذاته يعني مؤشر خطير جدا على العوائل أن تلتزم أكثر، أن تراعي ظروف الأطفال أكثر، باعتبار اليوم الطفل يعاني من قلة المناعة وضعف الجهاز المناعي. الإجراءات الصحية الجديدة تأتي بعد تسجيل البلاد تصاعدا في وتيرة الإصابات خلال هذه الفترة، إضافة لحماية المواطنين وعدم تفشي الفيروس بشكل أكبر. عبد الرحمن السباهي، العراقية الإخبارية، البصرة. للمزيد ينضم معنا مدير قسم الصحة العامة في البصرة الدكتور تحسين النزال. رحب بك دكتور تحسين. بداية، كيف هو الموقف الوبائي لكورونا في البصرة؟ هل هناك ارتفاع في أعداد الإصابات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم.
البصرة شهدت ارتفاع، يعني هاي اليومين الأخيرة شهدنا ارتفاع نسبيا في عدد الإصابات، يعني اليوم أعلى نسبة انطتها محافظة البصرة بالنسبة للإصابات، وصلت اليوم الحالات المسجلة في مختبر الصحة العامة في محافظة البصرة 808 إصابة جديدة. الحمد لله بالرغم من أنه الإصابات يعني بدأت تزيد، وهذا ما حذرنا به سابقا وحذرت وزارة الصحة أنه هناك موجة ثانية سوف تدخل العراق بعد ما شهدناها في دول الجوار. احنا محافظة البصرة لحد الآن يعني الدخول في مستشفياتنا وهو زاد لكن تحت السيطرة، وكذلك الوفيات لا توجد اليوم في محافظة البصرة بالنسبة لمرض كورونا. طيب دكتور، مع هذا الازدياد هل الوضع في المستشفيات من أكسجين وأدوية مهيئة لأي ازدياد وأي طارئ إذا ما ارتفعت أعداد الإصابات أكثر من هذا؟ نعم طبعا احنا بدينا بهذا الموضوع قبل فترة وهيئنا كل مستشفياتنا في محافظة البصرة لا سمح الله في حال ازدياد العدد الإصابات ودخولهم إلى المستشفيات، فهيئنا كل مستشفياتنا حاليا مستشفيات المركز والأطراف عندنا ردهات عزل وكذلك ردهات وبائية وكذلك أسرة عناية في كل مستشفى موجودة. صحيح احنا مركز المحافظة مستشفى البصرة التعليمي هي أهم مستشفى وأكثر عدد فيها من المرضى، لكن كل المستشفيات مهيئة. بالنسبة للأكسجين المستشفيات جميعا فيها أكسجين، بعض المستشفيات صار الأكسجين اللي هو الأكسجين السائل موجود المركزي، وكذلك الأجهزة المنقذة للحياة التنفس الاصطناعي موجودة في كل مستشفياتنا والأدوية أيضا متوفرة، وكذلك موجود الكادر الطبي المتدرب على هذا الموضوع. احنا اخذنا تجربة العام بهذا الموضوع وأطبائنا وكوادرنا الصحية وحتى الإخوان العاملين في الإدارة وكذلك الخدمية متدربين على هذا الموضوع، لا سيما وأنه سيطرة على التلوث هذه جزء مهم من عمل الصحة. طيب دكتور، هل هناك إجراءات وقائية جديدة اتخذت في المحافظة لمنع انتشار الفيروس؟ وأيضا كيف وجدتم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية السابقة؟ نعم طبعا احنا اجراءات اللي اقرتها لجنة الصحة والسلامة الوطنية العليا وكذلك وزارة الصحة باشرنا بها خصوصا في جانب الحظر الجزئي والحظر التام. طبعا كثفنا احنا عملنا كفرق صحية رقابية وايضا الاخوان التحري وتكثيف اخذ المسحات من الملامسين وكذلك من بعض المؤسسات التي تعمل ضمن قطاع او ضمن رقعة جغرافية في كل مركز صحي. هناك الاخوان ايضا عاملين مع اخوانهم المنتسبين في القوات الامنية، شكلنا فرق بالسيطرات وهذه هدفها هي محاسبة كل شخص لا يردد الكمامة. هناك غرامة فورية أقرتها الوزارة 25,000 دينار لكل شخص لا يرتدي الكمامة، تم تنفيذها على مستوى محافظة البصرة في الأقضية ومركز المحافظة. أيضا تم تكثيف التوعية في حول لبس الكمامات وتباعد الجسدي وكذلك التعقيم والتعفير. طبعا احنا ماشيين بالتوعية يعني منذ فترة ليست بالقليلة، أنه هذا المرض هو الوسائل المنع وقلة انتشاره هي بالتوعية أكثر ما هو بالعلاج. فإن شاء الله يعني محافظة البصرة ماشية بهذا المجهود، وطبعا جهود المواطنين أيضا لاحظناها بالأيام الأولى للحظر التام أنه هناك نسبة عالية من الالتزام. المواطنين اللي كانوا يطلعون في الشارع العام وكذلك في السيارات شفناهم لابسين الكمامات وهناك أيضا تباعد، وإحنا طبعا هم يعني ما زلنا نخوض المعركة لحد الآن، يعني لا استقرار في هذا الموضوع إلا بعد إن شاء الله أن تحل هذه الموجة الثانية وتبدأ بالانخفاض. وسيكون علينا فيما حتى وصل اللقاح إن شاء الله إلى العراق واستلموه راح يبقى إحنا أنه لازم نبقى بشروط الوقاية اللي هي لبس الكمامة. طيب دكتور تحسين، في حال ارتفاع عدد الإصابات هل من الممكن أن تكون هناك إجراءات جديدة، إجراءات وقائية جديدة؟ هل من الممكن تمديد حظر الشامل في المحافظة؟ نعم طبعا حسب تصريح السيد وزير الصحة المحترم أنه كل شيء ممكن يصير حسب الموقف الوبائي، يعني لا سمح الله إذا شفنا الأعداد في زيادة أكثر من هذا الموضوع اللي جاي سجل وزارة الصحة ممكن يلجأ إلى الحظر التام بدل الحظر الجزئي. طيب إذا كنت معنا دكتور تحسين النزال مدير قسم الصحة العامة في البصرة، شكرا جزيلا لك. عقب الاشتباه بإصابة أطفال دون 15 بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، دائرة صحة كركوك وخلية الأزمة تشددان إجراءاتهما اللازمة في المحافظة لتحجيم انتشار السلالة الجديدة. عقب الاشتباه بإصابة عدد من الأطفال دون 15 بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، صحة كركوك وخلية الأزمة تشددان من إجراءاتهما في المحافظة من خلال فحص الزائرين وفراقها الجوالة.
صحة كركوك دعت لمزيد من الالتزام، خصوصا المدارس الأهلية غير الملتزمة بالتعليمات الصحية. إصابة 6 أطفال دون 15 من العمر، إصاباتهم كانت طفيفة لكن البي سي آر بوزيتيف. هذا الجانب المحزن. الجانب المفرح أنه أمس 24 ساعة الماضية، كما تعلمون أننا متابعين الموضوع ساعة بساعة، تم تسجيل 4 أطفال فقط، يعني العدد الكلي بالنسبة للمصابين الأطفال في تناقص. فيما يخص المدارس لدينا فرق فعالة، وأمس ضبطنا مدرستين في منطقة في كركوك. مع الأسف التحايل موجود، ويقومون بإخفاء الطلبة فوق السطح المدرسة، وبالتالي هناك معلومات تأتينا على مدار الساعة من أولياء الأمور. خلية الأزمة قالت بأن الإجراءات المشددة عبر الحظر الكلي والجزئي ستكون مستمرة كطريقة لعدم انتشار الفيروس، مع الاعتماد على وعي المواطن الصحي. في ظل عدم وجود التطعيم لمواجهة الفيروس حتى الآن، يبقى هذه الإجراءات الوقائية والإجراءات المشددة مع وجود المعلومة يحصل عليها المواطن من خلال وسائل الإعلام ومن خلال الجهات ذات العلاقة والناشطين عبر التواصل الاجتماعي، تخلق حالة من التعاون مع المواطن. صحة كركوك طالبت صحة الإقليم باعتماد الحظر الكلي عقب تأشر إصابات بالسلالة الجديدة في ظل وجود العشرات من ملاكاتها في أربيل. تجديد بالإجراءات الصحية في كركوك، ومخاوف من انتقال السلالة الجديدة لفيروس كورونا عقب إعلان أربيل إصابة عدد من المواطنين به. رودي أنور، العراقية الإخبارية، كركوك. للمزيد ينضم معنا مدير الصحة العامة في كركوك الدكتور صباح نمقة. أهلا بك دكتور. في نشرتنا لكورونا، المحافظة سجلت إصابات بين صفوف الأطفال، هل ما زال هناك ارتفاع بالإصابات خصوصا بين الأطفال والشباب؟ أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم. طبعا مثل ما تلاحظون احنا يوميا أعدادنا تنشر في موقع وزارة الصحة. احنا من حسن الحظ لحد الان احنا في محافظة كركوك ماكو زيادات في عدد الاصابات، ولكن هناك زيادة في عدد نسبية في عدد الاصابات بين الاطفال، وهذا يشك يعني فيها شك انه قد تكون بالسلالة الجديدة. واحنا بدينا نرسل النماذج الموجودة عندنا الى بغداد لغرض فحصها والتأكد من وجود السلالة الجديدة في محافظتنا ام لا. لحد الآن ماكو زيادة مخيفة في عدد الإصابات في محافظتنا، وكل محافظة تختلف. الآن كل محافظة تختلف وضع الوباء عن محافظة أخرى، محافظات تسجل أعداد قليلة ومحافظات تسجل أعداد كبيرة، وبحد ذاته هذا الزيادات في هاي المحافظات هو مؤشر على انتشار السلالة الجديدة. نعم. طيب، ما هي الإجراءات التي اتخذتها صحة المحافظة لمنع انتشار كورونا بين الأطفال خاصة وأيضا بصورة عامة بين المواطنين؟ احنا تنفيذا للمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة هي هذه الإجراءات هي متبعة في كل أنحاء العراق، واحنا في محافظتنا يجوز احنا المحافظة اللي راح تستفاد كلش من هاي الإجراءات، لأن هاي الإجراءات هي تتخذ والانتشار قليل داخل المحافظة. احنا إجراءاتنا هي غلق المدارس اللي يكون هم الأطفال معرضين للسلالة الجديدة، المدارس كلها مغلقة ما عدا يجوز أعداد قليلة من هاي المدارس اللي تخالف التعليمات وتتخذ بحقها إجراءات رادعة. المطاعم كلها احنا في مراقبة مستمرة ونعاقب المخالفين. الغرامة على الكمامات، فرقنا الصحية بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات الساندة الأخرى تقوم يوميا بمراقبة الوضع، وفرقنا منتشرة في جميع أنحاء المحافظة. طيب، بالنسبة لإصابة الأطفال هناك، هل الأعراض التي تظهر على الأطفال هي نفس الأعراض التي أيضا تظهر على كبار السن أم تختلف الأعراض؟ نعم، هو المرض من بدايته حتى الآن تكتشف يوميا معلومات جديدة. يعني الأعراض اللي للسلالة الجديدة لا تختلف عن الأعراض في السلالة القديمة،
وأعراضها في الأطفال قد تختلف عن الكبار، لأنه قد صاحب بها تقيؤ وإسهال وألم بالبطن، زائدا لأعراض الجهاز التنفسي. معظم الإصابات لدى الأطفال الموجودين لدينا هي إصابات طفيفة جدا، وليس لدينا حالات وفيات لحد الآن بين الأطفال. ومع هذا احنا نطلب من المواطنين وخاصة من ذوي الأطفال انه اذا عندهم اطفالهم قد يعني يشكون من اي اعراض من هاي الاعراض اللي ذكرناها، يراجعون مؤسساتنا الصحية لاجراء الفحص الطبي لهم لتأكد من عدم اصابتهم. نعم. طيب دكتور صباح النامق مدير الصحة العامة في كركوك، شكرا جزيلا لك. رجح مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج أن ينتهي وباء كورونا مطلع العام المقبل. وقال المسؤول في منظمة الصحة العالمية إن السيناريو الأسوأ لكورونا انتهى، وإن العالم بات يعرف المزيد عن هذا الفيروس مقارنة بعام 2020 عندما بدأ حينها في الانتشار. وأكد كلوج أن الفيروس لن يختفي، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم انخفض في الأسبوع الحالي بنسبة 11%، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع السابق. وذكرت منظمة الصحة في النشرة الوبائية الأسبوعية الصادرة اليوم إنه تم تسجيل انخفاض في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا للأسبوع السادس على التوالي. وقالت المنظمة إن عدد الإصابات ارتفع بواقع 2,457,000 إصابة خلال الأسبوع الماضي، فيما تم تسجيل 66,359 حالة وفاة. سجلت وزارة الصحة المصرية 633 إصابة و39 وفاة جديدة بفيروس كورونا. ويشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مصر استقرارا نسبيا، حيث تمثل هذه الحصيلة تراجعا قليلا لعدد الإصابات والوفيات الجديدة الناجمة عن المرض. أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 481,000 حالة. كما سجلت السلطات 15 وفاة، ليبلغ مجموع الوفيات بسبب الفيروس 8,574 حالة. أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 75 وفاة و 9,107 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة. وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى أكثر من 28,000 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,655,000 إصابة. مشاهدينا للمزيد تنضم معنا مراسلتنا من تركيا إيباكوس تورك. إيباك أهلا بك بداية، كيف هو الموقف الوبائي في تركيا؟ هل ما زالت الإصابات في حالة ارتفاع؟ نعم، تحية لك ولجميع المشاهدين. لقد أعلنت وزارة الصحة التركية عن عدد الوفيات والإصابات خلال 24 ساعة الماضية، وكانت الإحصائية كالتالي، حيث بلغت عدد الإصابات 9,107 حالة إصابة، مما رفع الإجمالي إلى 2,655,633، بينما بلغت عدد الوفيات 75 حالة وفاة جديدة، ليصل المجموع إلى 28,213 حالة وفاة. وتابعت الوزارة أنه تم تسجيل 5,546 حالة شفاء، ليرتفع أعداد المتعافين إلى 2,534,996 شخص. كما وأعلنت الوزارة بأن هناك 1,185 شخصا مربوطين بأجهزة التنفس الاصطناعي. حسب الإحصائية الأخيرة لوزارة الصحة، نلاحظ بأن هناك ارتفاع كبير في أعداد الإصابات، أكثر من 1,000 إصابة تقريبا خلال 24 ساعة، وهذا الرقم كبير ويعني ينذر بخطر وإشارة إلى أن هناك بأن تركيا تشهد زيادة
زيادة كبيرة في أعداد الإصابات، وبالتالي هذا يؤدي إلى يعني قلق وتوتر وخوف الجهات السلطات التركية من انتشار أو موجة ثالثة جديدة في تركيا من فيروس كورونا. طيب، ألا يتم اتخاذ تدابير إجراءات وقائية للحد من هذا الانتشار، يعني إجراءات كحظر أو إغلاق الحدود أو غيرها من إجراءات صحية؟ نعم، لقد اتخذت السلطات التركية ومنذ بداية العام عدة إجراءات، كانت من ضمن هذه الإجراءات فرض حظر جزئي وحظر كشامل، حيث هناك حظر جزئي يومي بشكل يومي في تركيا تبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا، بينما الحظر الكلي يكون دائما نهايات الأسبوع، أي نهايات عطل الأسبوع. كما هناك إغلاق لجميع المطاعم، كذلك المدارس، كذلك يعني المولات، هناك أعداد محددة تدخل المولات ليس كالسابق، بالإضافة إلى إغلاق جميع المرافق الترفيهية، كذلك هناك يعني تحديد أعداد لمستخدمي وسائط النقل العام. رغم كل هذه الإجراءات ورغم كل هذه الإجراءات الوقائية، إلا أن الأعداد في تركيا تشهد ازدياداً، فقد أوعز المختصون هذه الزيادة بتغيير المناخ، زائدا شهدت تركيا الأسبوع الماضي موجة برد قارصة لم تشهدها منذ يعني أكثر من 10 سنوات. هذا الأمر أثر وزاد من انتشار المرض، وبالتالي أدى إلى ارتفاع أعداد الإصابات، وبالنتيجة ارتفاع أعداد الشاغلين الأسرة في غرف العناية المركزة. طيب بك، في ظل هذا الازدياد كيف تسير عملية التطعيم؟ هل سجلت حالات إصابة للذين تم تطعيمهم باللقاح؟ نعم، حتى هذه اللحظة لم تعلن السلطات التركية عن إصابة أي شخص من متلقي اللقاح بالفيروس أو بالمرض. كما أن هناك أعلنت وزارة الصحة بأن أعداد المتلقين للعلاج بلغ 5,939,063 شخص. السلطات التركية عملت على توفير اللقاح لجميع العاملين في بداية الأمر، وهم في المرتبة الأولى العاملين في المجال الصحي، ومن ثم لكبار السن وذوات الذين يعانون من أمراض مزمنة. هؤلاء كانوا من يعني كانت اللقاحات توزع بشكل تدريجي، هؤلاء من يعني المتواجدين في المراتب الثلاثة الأولى. أما الآن فالسلطات التركية تسعى ل أعطاء اللقاح للعاملين في المجال التدريس، أي المعلمين والمدرسين، وذلك لأن السلطات التركية سوف تفتح المدارس في بداية الشهر المقبل، أي يعني بداية آذار. وقد أعلن قبل قليل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا يعني لن نعيد الحياة، قال، إلى طبيعتها، بل بلا ضوابط كي لا نضطر لاتخاذ تدابير قاسية. هذا ما قاله الرئيس التركي قبل قليل بخصوص رفع التدابير الوقائية بخصوص انتشار فيروس كورونا. اللقاحات هنا غير كافية، فقد عقدت كما أصدرت وزارة الصحة التركية بيانا بأنها تعاقدت مع الشركة الصينية لتأمين اللقاح الصيني للشعب التركي بنسبة 75 مليون لقاح. طيب، ولكن الذي حدث أنه وصل 9,500,000 فقط حتى الآن. طيب، هناك أزمة أو شبه أزمة في تأمين اللقاح. طيب، إذا شكرا جزيلا لك إبك أوسترك، مراسلة العراقية الإخبارية من تركيا. لليوم الثاني على التوالي سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أدنى حصيلة منذ أوائل تشرين الأول الماضي. وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاج في روسيا عن رصد 11,749 إصابة جديدة بالعدوى، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 8 تشرين الأول.
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 431 وفاة وأكثر من 20,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة. وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى أكثر من 85,000 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3,629,000 إصابة. قررت فرنسا اتخاذ إجراءات إضافية في مدينة دونكيرك بشمال البلاد للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا هناك. وأوضح مكتب رئيس الوزراء الفرنسي أن وزير الصحة الفرنسي أوليفير فيران سيتوجه إلى دونكيرك في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة. سجلت وزارة الصحة البرازيلية 62,715 إصابة و 1386 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا حادا لكلا المؤشرين. وسجلت البرازيل الثاني أكبر حاصلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، والثالثة أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند. أكدت وزارة الصحة الإيطالية تسجيلها 13,314 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، مع رصد 356 حالة وفاة ناجمة عن المرض. وأفادت وزارة الصحة الإيطالية بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 2,347,000 شخص بعد رصد 12,898 حالة شفاء جديدة. وتعتبر إيطاليا الثامنة دولة في العالم من حيث عسيلة الإصابات بفيروس كورونا، وسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة. سجلت وزارة الصحة البريطانية 8,489 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 548 وفاة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 121,305 وفيات. وتعتبر بريطانيا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، والخامسة من حيث حصيلة ضحايا الجائحة. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها تشهد الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد. وجاء تصريح ميركل خلال كلمتها أمام الحزب المحافظ في البرلمان. وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 68,000 إصابة بعد تسجيل 415 وفاة جديدة. كما أشارت بيانات المعهد أيضا إلى أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 2,394,811 بعد تسجيل 3,883 إصابة جديدة. قبل الختام تذكير بالأبرز. الكاظمي يثمن دور الكوادر الطبية في مواجهة وباء كورونا ويشكر المواطنين على الالتزام بإجراء الحظر الصحي. لمنع انتشار كورونا كردستان تغلق أبوابها أمام الوافدين من المحافظات، وغرامات مالية على مخالفي الإجراءات الوقائية. عقب الاشتباه بإصابة أطفال بالسلالة الجديدة لكورونا، صحة كركوك تشدد الإجراءات الوقائية. انخفاض إصابات كورونا في العالم، والصحة العالمية تتوقع انتهاء الوباء بحلول العام المقبل. شكرا لكم مشاهدينا، ألقاكم على رأس الساعة المقبلة.